معانا كابتن صلاح فتاح امين صندوق نادي الترسانه واخو كابتن شاكر كابتننا الكبير، هنشوف هيقول ايه ونرجع تاني. انا لو اتكلمت عن كابتن رأفت مكي هتكلم عنه لانه هو جه في جيل بعد الجيل بتاعنا احنا بفتره يعني، وكان ضمن برضو مجموعه من اللي هي لعبت اللي هم نجوم لنادي الترسانه، وكان له دوره الفعال بالنسبه ل الواجبات اللي هو كان بيكلف بيها كلاعب. وكان في الاول واجه شويه صعوبات عبال ما لعب وعبال ما استقر وعبال ما خد فرصته كامله يعني، وكان معاه يعني كان بيبطل جيل من العمالقه، وكان معاه جيل برضو من اللاعبين الممتازين الكويسين اللي هم من ضمن الاجيال الكويسه في نادي الترسانه اللي هو عاصرهم. وفعلا يعني في الفتره بتاعته كلاعب يمكن احنا ما خدناش بطولات في الفتره دي، في السبعينات ما خدناش بطولات لان معظم البطولات اتاخدت في الستينات، ويمكن بطوله الكاس الاخيره اللي هي كانت في 86. انما هو كلاعب كان لاعب ممتاز ولاعب له يعني تاثيره في الملعب ومع الفرقه. كابتن رأفت يعني بني ادم شخصيه طيبه جدا، شخصيه محترمه، شخصيه ملتزمه، وفعلا بيتحمل المسؤوليه لو هو بيكلف بعمل، وفي نفس الوقت هو تولى مسؤوليه الفريق الاول. يعني اكتر من مره نبقى في ازمه الحقيقه يعني، وكان مجلس الاداره يكلفني بان احنا عايزين نحل الموقف ده ومحتاجين مدرب، واروح باعت لرأفت مكي في التو على طول. مهما كان عنده ومهما كان يعني مسؤولياته كان بيلبي الطلب للنادي، وكان مخلص جدا لناديه ومخلص جدا لفرقته ومخلص جدا لزمايله. والله يعني انا بتمنى للكابتن رأفت كل الصحه والعافيه، لانه هو مر بازمه صحيه كده شويه الفتره اللي فاتت، وان ربنا يا رب يكرمه وصحته تبقى كويسه، وهو يمكن اتجه بقى لانه يريح وما يستمرش في التدريب، لكن ممكن الاستفاده بيه كشغل يعني استشاري في مجال برضو الكره بالنسبه لناديه. وفي نفس الوقت هو شخصيه يعني طيبه جدا ومهذبه وفي نفس الوقت ملتزم، وبنصحه ان هو يعني ما يكسلش وما يقعدش في البيت، ولكن يتواجد عشان خاطر مش هينفع ان هو يريح كده بالطريقه دي. نتغير خالص. ربنا يكرمك يا كابتن صلاح. هتقول ايه لكابتن صلاح؟ كابتن صلاح اللي الناس ما شافتوش كان هو 20 سنه واحنا كنا تحت 18. فكنت تملي احضر اتفرج عليه. هو وسمير بلبل رحمه الله عليه. فطبعا كان في كابتن مصطفى وكابتن شاذلي. نعم. فخلوا كابتن صلاح وينج وسمير بلبل وينج. فاحنا كنا قريبين منهم قوي، فكنت نخش اوضه اللبس قبل اغير عشان ننزل بقى تقسيمه وحاجات ده والماتشات والدوري. فكان سمير بلبل يقول لك انا النهارده رقص النمله. لعيب ايه؟ هو وكابتن صلاح كانوا هدافين، بس كان الكابتن صلاح هداف اكتر من سمير بلبل. محدش مصدق ان الكابتن صلاح ده كان بيجيب اربع خمس تجوان في الماتش. ياه. والله كان راس حربه. حطوه وينج برضه رغم انه وينج. اسال عليه بقى. اسال عليه. فحاجه ما شاء الله. لا يعني. احنا بنسمع طبعا انما ما اتفرجناش. انا اتفرجت بقى عليهم. كان عندي 18 سنه وبيلعبوا 20 سنه هم. اشرف الالفي الله يرحمه، ابراهيم خاطر، سمير بلبل، مين تاني يا ربي؟ كتير بس انا ناسي اساميهم. هو صاحبك بقى؟ كتير. طبعا انا لما بروح النادي بطلع اقعد معاه وكده. يفتح لك الخزنه؟ ربنا يديله الصحه يعني يا رب. طب لو قلت